بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخوان المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هو أول يوم من رمضان، ولقد قمنا بعمل بصناعة هيكل للآلة. يعني بعض المشاهدين طلبوا مني الهيكل، طريقة التلحيب والقياسات وبكل شيء. الهيكل كما ترون هذا هو الهيكل، طريقة التلحيم هنا كما ترون، يعني التلحيم من كل جهات بالنسبة للهيكل لكي لا تكون هناك رطوبة ويكون هناك تآكل للصدأ وتآكل للحديد. كذلك هذا هو الهيكل كما ترون، يعني يجب في الآلة أن يكون الهيكل يكون قوي، وقوي جدا لتحمل كل النقل النقل أثناء العمل، وبالنسبة لكل شيء يجب أن يكون الهيكل قوي. هنا بالنسبة لتدعيم الهيكل من الأسفل قمنا بوضع يعني عريضتين حديديتين ليكون الهيكل متماسك وقوي جدا. يعني في كل الآلات التي نقوم بصناعتها نقوم بهذا العمل. كذلك بالنسبة للهيكل، هذه دواسة التشغيل الآلة، يعني كلها تكون من الحديد، والعمل يكون جيد لكي تدوم الآلة مدة طويلة جدا. هنا مكان لم نقوم لضيق الوقت لم نقوم بتلحيم مكان مخفض السرعة. كذلك الآلة هنا مكان مضخة الماء، وكذلك ينقصون في الآلة هنا صندوق الماء، صندوق الذي يتجمع فيه الماء لتبريد أسطوانة الشباك. كذلك سوف نريكم الصندوق في الفيديو الآتي إن شاء الله. يعني بالنسبة لهذا هو الهيكل ككل. هنا أنا أقوم بوضع العجلات لتسهيل العمل في الورشة، ليس تبعيل الآلة. يعني بالنسبة للعجلات هما لتسهيل العمل، وأثناء الطيلة أو نقل الآلة في الورشة أقوم بوضع العجلات لتسهيل العمل وليس للآلة. يعني نقوم بوضع العجلات بهذا الشكل لتسهيل نقل الآلة كما ترون، ولكي لا يكون لدينا صعوبة أثناء نقلها وأثناء الطيلة أو أثناء عمل أي شيء. العجلات يساعدون كثيرا في نقل الآلة وتحريكها. بالنسبة للشكل النهائي، هذه آلة هنا منتهية تماما وقمنا بطلائها، لقد رأيتمها في الفيديو السابق. قمنا بالتغليف، مسار السلك، التبريد، أسطوانة الشباك، مخفض السرعة، القطعة المعدنية التي تكون في أسطوانة الشباك، هناك أزرار التشغيل، يعني هنا الكابتور يعني العداد، هذه تابعة للعداد عدد الدورات. بالنسبة للأزرار، هنا الأزرار، زر الخطر، هذا زر مضخة الماء، زر التشغيل اليدوي أو بالعداد، وهذا عداد لعدد الدورات. هذه هي يعني بالنسبة للهيكل يكون بهذا الشكل. هذا الآلة منتهية، هذا حامل السلك،
وهذا هو الشباك الناتج عن العملية، يعني كما ترون يكون بشكل جيد ومتماثل تمام. نعود للآلة هنا، بالنسبة للقطع المعدنية التي تكون تحمل منخفض السرعة وأسطوانة الشباك، يجب أن تكون سميكة على قطعة الهيكل، لأنه أثناء التلحيم نقوم بتشويه المعدن يعني قليلا، ولا تكون التلحيم بشكل جيد. لذا أرجو مشاهدينا الكرام الاستعمال القطعة كما ترون هنا، يعني تكون سميكة نوعا ما على قطعة الهيكل ككل. لذا هذه القطع نستعملها بسماكة أكثر من قطع الهيكل. كذلك هنا هذه القطعة هنا سميكة يعني حوالي 3 مليمتر. كل قطع يعني كل هيكل ككل نستعمل حديد يكون سميك، والتلحيم يكون جيد من كل الجهات. هنا كما ترون هنا القطعتين، يعني هنا لفصل الآلة أثناء النقل كما قمنا بتوضيح في الفيديو السابق، لفصل الآلة إلى نصفين لتسهيل عمليتها أثناء النقل للزبائن، وأثناء النقل في الشاحنات أو في أي شيء. إن كانت شاحنة كبيرة يعني الآلة ننقلها بسهولة، ولكن إن كانت صغيرة نقوم بفصل الآلة إلى نصفين لتسهيل عملية النقل. بالنسبة للمشاهدين الذين طلبوا مني أن أريهم الهيكل ككل، هذا هو الهيكل. بالنسبة للقياسات، قياس الشباك، قياس الطاولة التي يسير عليه الشباك تكون حوالي 3 أمتار، أنا أقوم بصناعة 3 أمتار. يعني بالنسبة للمشاهدين يعني من مترين، مترين ونصف حتى 3 أمتار هو الشكل المناسب. بالنسبة للهيكل تكون حوالي متر على الطول، هنا يكون حوالي متر، العرض هنا يكون حوالي 60 سنتيم، الارتفاع الآلة يكون 90 سنتيمتر، ارتفاع الآلة يكون 90 سنتيمتر لتكون ملائمة للعامل أثناء العمل، يعني تكون ملائمة، لا تكون قصيرة ولا تكون طويلة عليه. يعني 90 سنتيمتر هو المسافة التي تكون ارتفاع الآلة على الأرض ليسهل العمل عليها من طرف العامل. وبهذا الشكل النهائي للآلة نترككم بخير وإلى اللقاء.